بسم الله الرحمن الرحيم. هنيجي طبعا دلوقتي للجزء الثاني من التجربه اللي هو تعيين كثافه ماده صلبه. احنا كنا انتهينا قبل كده من تعيين كثافه ماده سائله، وقلنا ان كثافه ماده سائله بقدر ان انا اعين لها الكثافه لاي ماده سائله باستخدام اداه البيكنوميتر او جهاز البيكنوميتر. طب على افتراض ان انت ما عندكش بيكنوميتر في المعمل، ممكن تستخدم بيكر او كاس صغير كده وتبدأ تعمل نفس الخطوات اللي انت كنت بتعملها في البيكنوميتر، ولكن الافضل طبعا استخدام البيكنوميتر عشان دقة النتائج بتاعتك. طيب الجزء الثاني من التجربة تعيين كثافة مادة صلبة. ايا كانت المادة الصلبة اللي معاك انت عايز تعيين كثافتها، سواء كانت منتظمة الشكل او غير منتظمة الشكل، تقدر تعيين لها الكثافة بتاعتها. طيب احنا دلوقتي الادوات اللي احنا هنستخدمها في هذه التجربة، الميزان الحساس، مخبار مدرج، والمادة الصلبة المراد تعيين كثافتها، والماء المقطر معا. طيب هنبدأ ان احنا نشتغل خطوات التجربة. اول خطوة ان احنا بنيجي ناخد المادة الصلبة دي المراد تعيين الكثافة بتاعتها ونوزنها. نبدأ نصفر الميزان، وابدأ اخد القراية بتاعتي. يبقى الكتلة بتاعت المادة الصلبة اللي معايا الميزان بيقول 4.36. هنيجي نكتب هنا في ورقة النتائج بتاعتنا وزن المادة الصلبة 4.36، 4.36 جرام، ده كتلة المادة الصلبة او وزن المادة الصلبة. الخطوة الثانية ان انا هجيب مخبار مدرج وهضع فيه حجم معلوم من الماء، وليكن هسميه V1. طيب الحجم المعلوم مثلا وليكن بتاع الماء اللي احنا هناخده وليكن 10 سنتيمتر مكعب، اللي هي برضو 10 ملي. نيجي ناخد العشرة ملي نملى بيهم المخبار المدرج، كده معانا 10 ملي من الماء حطناهم في المخبار المدرج. الخطوة اللي بعد كده هنحط المادة الصلبة المراد تعيين كثافتها جوه المخبار المدرج المحتوي على الماء. المتوقع ايه يا شباب؟ المتوقع ان حجم السائل هيرتفع بمقدار الحجم بتاع المادة الصلبة اللي انت حطيتها. نبدأ نحطها بالراحة كده. اكيد زي ما انتم شايفين حجم السائل بتاعنا ارتفع. طيب نيجي ناخد القراية بتاعت الحجم بعد وضع المادة الصلبة. احنا كانت القراية بتاعتنا 10، تمام؟ كده 11، 12 تقريبا، 12. يبقى الحجم بعد وضع المادة الصلبة 12 سنتيمتر مكعب. على طول كده خلصنا التجربة بتاعتنا. نعوض في القانون، انا عندي الدي اللي هي الكثافة بتساوي الام على الفي. طب انا عندي الام طالعة بكام؟ الام احنا لسه مطلعينها من شوية ب4.36 على الفي اللي هي اقصد بيها V2 ناقص V1 اللي هو الحجم بعد وضع المادة الصلبة ناقص الحجم بتاع حجم الماء اللي انت مستخدمه في المخبار المدرج من البداية، يديك الحجم بتاع المادة الصلبة. يبقى بيساوي 4.36 على 12 ناقص 10 يبقى 2. نشوف الكثافة بتاعتها بتساوي ايه. 2 علامة 18، الوحدة يا شباب جرام لكل سنتيمتر مكعب. وبكده قدرت اعين كثافة مادة صلبة.